اهلا بكم اعزائي المشاهدين. انا دلوقتي بقدم لكم فيديو عن ان احنا دلوقتي بعد 7 شهور غياب اخيرا هنروح مصر. دوت يا جماعه هو الباسبور بتاعي اهوت، ودي الشنطه بتاعتي، واحنا دلوقتي المفروض اننا مسافرين وجايب بقى كل الحاجات بتاعتي. والمفروض يا جماعه ان الفيديو دوت هينزل يوم 13/8، واحنا هنسافر يوم 13/8 وهنقعد هناك لمده شهر. واستنوا يا جماعه تحديات جامده جدا هتعجبكم قوي في مصر، وهنستضيف ضيوف اكتر. والمفروض دلوقتي ان احنا هنعمل الفلوج كامل وهوريكم مناظر من فوق الطياره. دلوقتي بس احنا هنوقف الفلوج علشان هنقعد بقى نعمل اجراءات وحاجات طويله قوي. دلوقتي بقى هنوقف وهنوريكم واحنا في الطياره. دلوقتي يا جماعه احنا في الممر علشان احنا بقى هنروح الطياره دلوقتي. زي ما انتم شايفين اهوت، ودلوقتي هو دوت. انا هوريكم بس شويه حاجات من الجنب هنا، ده مناظر من هنا ومن هنا كمان، وده زي ما انتم شايفين اهوت، هو ده ديل الطياره. دي الطياره بقى اللي احنا داخلين، وده الممر اللي احنا هنعدي منه. بص ده المكان من بره، والمكان من هنا كمان اهو، في حاجات كتيره هنا. اوريكم بقى المناظر من فوق. ده في ناس، ودلوقتي هو دي المقاعد. لو انا بمشي هو ده المقاعد اهو. زي ما انتم شايفين يا جماعة هو دوت، ده الكرسي بتاعي بس، وده هو ده من بره الطيارة. اوريكم اساسا وهي طالعة. اوكي استنوا الفلوج ده لما يجي ينزل. وده يا جماعة ده اهوت من جوه الطيارة. دلوقتي هي بتجري الطيارة، والمفروض ان انا هوريكم شوية حاجات من فوق. ودلوقتي هو دوت اهوت بيتكلموا. الأكل بتاع الطيارة اهوت، هو ده الأكل بتاعه.
ودوت الاكل ودوت الطياره الاخيره. ودلوقتي انا هطفي الفلوج بقى دلوقتي. بقول لكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واعملوا شير للفيديو وكومنتات اكتر. ودلوقتي احنا بنقول لكم مع السلامه واستنونا في بارت 2 من فلوج المطار وانا بقى نازل من الطياره.